أكملنا صفحة 0 و1 و2 ونحن في 3. سوف نسجل اليوم 3. جوكول ما فوتو ألصق صورتي. جاكول جو كول ما فوتو. جو كول ما فوتو ألصق صورتي. نوم نوم خينا كلاس إيكول نو خينا كلاس إيكول. اللقب الاسم اللقب القسم المدرسة. اللقب الاسم القسم المدرسة. إذا صفحة 0 صفحة 1 صفحة 2 صفحة 3. إنه هو اللقب وبخينو الاسم. إن هذا خطأ شائع عند التلاميذ. يعكسون النو وبخينو. يقولون أن النو هو الاسم وبخينو هو اللقب. ولكن العكس صحيح. إذا أردتم تأكد فإن جوجل معكم. تأكدوا منها. نو اللقب زهرة بودالي. خينو نو اللقب بوتيل. خينو الاسم الزهر. نو اللقب بودالي. برينو الاسم زهرة. كلاس القسم. سانكيام اني بريمير سنة خامسة ابتدائي. ايكول المدرسة. الامير عبد القادر باتنا الأمير عبد القادر بيتنا. يمكن استعمال جوجل تكنولوجيا الإعلام والاتصال لمعرفة الاسم واللقب. مارتين شارل. يمكن البحث عن بطاقة الهوية.
هذا خطأ، هذا هو مصدر الأخطاء. هذا هو مصدر الأخطاء. يعني هكذا من الحوش الاسم هو الاسم والمو اللي كان في التحليل حاجة أخرى بها نقول هنا من الهزين هذا الاسم والمو الهزين همنا تقول مثلا سجي فارب كذا بالي في الفرنسوية نقراوها باللي الاسم والمو في الجملة الاسمية نقولوا الاسم والفاعل سيجي والفارب والنو مثلا نعطيك مثال ها ورا قولي اسباب قولي سبب الخطا قولي سبب الخطا هو ها ورا لو سيجي بو اتر ان نو كومون ولا يقول لك ان نو بروبر اللي سموه نو كومون سموها هي من تجي قطع التلميذ راه ما في شوف كلمه الاسم ولا ايدونتيفي ان نو دون زين فراس ها لو نو le nom l'isme le nom désigne tout ce qui nous entoure le nom sert à voir il y a pas les sources tu me prends sur quoi je parle il y a pas les belles termes nous avons phrase nominale je me l'isme phrase verbale je me la fais lire je me type de isme ou je me le type de fait le prendre les belles isme belles hua fait c'est quoi ce qui سما اللي يقول الاسم هو اللقب ولا تخلط له ولا راه قاعده تخلط له هاو شوفي نو كومان او نو بروبر سما في قسم انا قاعدين نقول في قسم التلميذ بالعربيه هل سمع التلميذ الاستاذ يقول هاو لو نو اي لو فيرب الاسم والفعل هاو لو فيرب هاو لي نو بالعربية هل التلميذ سمع الأستاذ يقول كلمة الاسم هو النو قالها الأستاذ قسمه قالهاش قالها وين قالها هو الدرس تاعها التلميذ باش يهز يقول لك الاسم هو النو يبقى هازها مشيتوش معاها الغلطة فهمتي قصدي دروك فاهم سما اللي قال الاسم ولا قبل تخلطت له عادي تخلط له ها ورا لأن كاين درس الاسم والفعل في الجملة الجملة الاسمية والجملة الفعلية في الفرنسية فهمتي قصدي ثم الاستاذ يقعد يشرح في الدروس تاع الجمله الاسميه والجمله الفعليه واش يقول لهم يقول لهم الاسم هو النو الاسم شنو هي هو النو والفيرب شنو هي هو الفعل هو التلميذ واش راه يفهم يفهم كي يرجع للبطاقه هذيك الاولى يدير الاسم هو النو تبقى هاز القلطه من ثم خي فهمت قصدي هذا مهم عرفنا القلطه منين جات هذه راه حاجه زينه ياسر باش واحد يدوخ يقول لك انا القلطه منين جاتني اذا درك هذه اللقب هو بودالي نو هو اللقب والبرينوم هو الاسم